لا اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت عملنا اوفر فيو عن الكورس تمام كله، قلنا ايه اللي هيتاخد وبدا من 1 لـ 6 ايات، من 1 لـ 6. بعد كده قلنا ايه، طيب زي ما قلنا اخر حاجه خدناها ان احنا عملنا اوفر فيو عن الكورس كله تمام، وقلنا ايه اللي هيتاخد في الكورس وفي الاخر هنخرج بايه واللي هيتم من اول للاخر. بعد كده قلنا ازاي نشرح ازاي نسطب الاندرويد، الجهاز ده مش شغال والجهاز ده النتورك بتاعته خلاص. بعد كده قلنا ازاي يتسطب الاندرويد وازاي تحمله الاول، وبعد كده نسطبه. سطبته؟ طيب بص، طيب انت معاك اللابتوب بتاعك؟ انت هتسطبه على لابتوب ولا هتسطبه على ايه؟ طب ينفع تجيبه في مره، هديك الاس دي كي من عندي، هديك اس دي كي مساحته 17 جيجا تمام؟ هو عشان لا انا اصل انا معايا على الهارد فاهمني، عشان بحيث ايه وانت قاعد هنحمله فاهمني؟ بس فده لو في مره المره الجايه تجيب اللابتوب بتاعك واديك الهارد تحمل الايه؟ الاس دي كي. لو احتاجنا نت مش هنحتاج اقل من 10 دقايق يعني فاهمني؟ مين تاني اللي عنده مشكله فيه؟ كله سطبه؟ طب كويس جدا تمام. اخر فيرجن صح؟ 3.2.1 تمام، ده اخر واحد نزل اساسا. طيب هنفتح النهارده الاندرويد ونبدا نشتغل عليه. طيب اول حاجه لما تفتح الاندرويد بيظهر قدامك، ما بيظهرش دي، بيظهر اول حاجه شاشه بيقول لك ستارت نيو بروجكت، دي اول شاشه فيها بعض الاختيارات كده بيقول لك ستارت نيو بروجكت، دي ما بتظهرش، اللي هي اول ما تدوس على ستارت نيو بروجكت هتظهر كده. طب انت عندك ليه مفتوحه؟ علشان انا اشتغلت قبل كده وعملت برامج كتير فهي اوريدي موجوده تمام. هتظهر ستارت نيو بروجكت اهي، هتظهر دي قدام عينك. طيب اول حاجه ديت قدام حضرتك بيقول لك اكتب الابلكيشن نيم بتاعك، اسم البروجكت اللي انت ناوي تعمله تمام، هنسميه تيست. بعد كده الكومباني دومين، طبعا اسم البروجكت دوت يفضل طبعا تلتزم بقاعده التسميه، العربي لا، المسافات لا، بيبدا بارقام لا، اي فيه رموز خاصه لا تمام. اول لما اقول لك سمي اي حاجه في البرمجه مش في الاندرويد بس، في بعض القواعد التسميه اللي بتمشي عليها، ويزاوت سبيس سبيشال كاركتر لا، ما بتبدا برقم ما تكتبش 2 اكس لا خالص تمام، اي رموز خاصه لا زي ما قلنا، عربي طبعا مستحيل، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، حاجه اسمها كومباني دومين، الكومباني دومين دي بتاخد اسم الجهاز اللي انت قاعد عليه. انا قاعد على جهاز اسمه يات، فراح كتب دوت اكزامبل دوت كوم، الناس لما بتفكرها بتفكرها موقع ولا ليها علاقه بالنت ولا ليها اي علاقه خالص، ان شاء الله تشيلها وتكتب اي اسم يعجبك. طيب يفضل تغييرها ولا لا؟ ولو انت شغال الون لوحدك ما تغيرهاش. طب لو شغال تيم وورك في مشروع تخرج، لازم انتوا الاربعه او انتوا الثلاثه تكونوا نفس الكومباني دول، علشان لما تنقلي شغل من عندك لعند زميلك تعرفي تنقل بسرعه، ما تقعدش تغير اسم مسميات، يبقى الدنيا كلها ايه زي بعض. اما في اما احنا كده كده لو انت شغال لوحدك ما تغيرش الايه الكومباني دومين ده. ايه فكره يعني ايه كومباني دومين؟ البروجكت بتاع حضرتك فيه ملفات من صور ومن فيديوهات ومش عارف ايه من حاجات كتير جدا، كل البروجكت ده بيتحط تحت على امبريلا اسمها باكج، بيتحط تحت امبريلا اسمها باكج، الباكج دي هيتقال عليها كومباني دومين. تاني يعني انت بتعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده مش هو الروت لا، الابلكيشن ده جواه ملفات وصور وحاجات، الابلكيشن ذات نفسه محطوط تحت حاجه اسمها باكج، الباكج دي تقدر تشيل اكتر من بروجكت، الباكج دي تقدر تشيل اكتر من بروجكت. الباكج بقى عندنا بتتسمى هنا اسمها كومباني دومين، الباكج دي بتتسمى عندنا اسمها كومباني دومين، بس زي ما بقول لك لازم تغييرها في حاله واحده، لما يكون حضرتك هتشتغل مع تيم وورك يبقى لازم التيم وورك كله نفس الاسم. طيب لو ما عملتوش نفس الاسم ما حدش هيحصل حاجه ولا هيحصل اي مشاكل، بس المشكله لما تيجي تنقل من شغلك لشغل زميلك عندك هتحصل مشكله، هتضطر تغير الكومباني دومين عشان يناسب مشروعك انت تمام يا باشمهندس. اعتقد انه اشتغل كده، باشمهندس اشتغل لو عايز تمام. الكومباني دومين ايه؟ الراجل ده عنده ديلي تمام، تاخير في الشغل، معلش استعملوا ديت فيها شويه بس دي مش شغل بجد. طب ممكن يا باشمهندس تيجي تقعد هنا لو امكن، طالما عندك لو عشان ما يضايقكش. يبقى زي ما قلنا الكومباني دومين هو الباكج نيم، الكومباني دومين عايز تغيرها غيرها، مش عايز براحتك. طب انت واجب تغييرها
لو كنت هتشتغل مع تيم 1 يبقى كلكم نفس التيم 1 ما غيرتهاش. يوم ما تيجي تنقل حاجه من زميلك هتضطر انت تغيرها عشان يبقى كلهم بنفس الباكج دومين. الباكج دومين او الكومباني دومين ده بيبقى تحتها كل ملفات مشروعك. ممكن الباكج تشيل اكتر من بروجكت. بعد كده عندنا حاجه هنا المكان اللي هتنزل فيه الابلكيشن. طبعا زي ما عارفين بعد عن السي والديسكتوب ده قالب به التسييف يعني بمعنى صح. طيب لا تغيرها كلها. ما انا قلت لك هو الديفولت نيم ايه؟ ياخد اسم الجهاز بتاعه ويحط واحد بعدها دوت اكزامبل دوت كوم. انت بقى عايزه تشيليها خالص تكتبي هدى اكتبي. عايزه تشيليها خالص تكتبي ياد بس. بس مش بتبقى نفس الشكل. لا خالص ولا ليها علاقه. ولا ليها اي علاقه. تمام؟ طب الكومباني دومين دي بنحتاج فيها ايه تاني؟ بنحتاجها في ايه؟ لما تحب ابلكيشن يكلم ابلكيشن. تاني لما تحب ابلكيشن يكلم ابلكيشن. بعرف الابلكيشن بالباكج نيم اللي هي بيسموها الكومباني دومين. يعني انت من الابلكيشن بتاعك عايز زرار يفتح الواتساب. من الابلكيشن بتاعك عايز زرار يفتح الواتساب، الواتساب بتاعك ولا ابلكيشن تاني؟ بنادي الابلكيشن التاني بالكومباني دومين. تمام؟ عشان كده هو دايما بيبقى يونيك. خدت بالك؟ بيبقى مميز ما بيتكررش على مستوى البروجكتس كلها، ودي مين اللي بيعرفها؟ جوجل بلاي ستور. تمام؟ طيب ده المكان اللي انت هتنزل فيه او هتسيف فيه ابلكيشن. زي ما بنقول قالب بيت تسييف ما ينفعش مسافات، ما ينفعش يكون على السي والديسكتوب. يفضل بلاش مسافات في اسم الفولدر، حتى هو مديك ورننج تحت. تمام؟ بيقول لك اهو شود نوت كونتين وايت سبيس. يفضل. تمام؟ عارف بقى الفيرجنز القديمه كان ممنوع، كان مانع، كان مش مدي ورننج بقى، ده كان مدي ايرور. ده هنا مديك ورننج، ده هنا بس بيحذرك. عايز تكمل تكمل، اسمع كلامه، مش عايز براحتك. اما كان في الفيرجنز القديمه كان مانع، مانع ان احنا نسيب حاجه فيها مسافات في اسم فولدر. يعني انت مثلا عامله فولدر اسمه ماي وورك وهتسيفي جوه فولدر اسمه بروجكت، ماي وورك ده فيه مسافه. يقول لك لا. طبعا هنا بينصحك بس، عايز والله تكمل براحتك. طيب احنا طبعا هنعمل لسيادتكم هنا فولدر ليكم. احنا لا هنعمل جواه بقى فولدر اسمه ابلكيشن اندرويد اهو. تو كان اندرويد كام؟ مش كان اسمه كده ولا ايه؟ راح فين؟ طيب كان جوه دكتور ايمن باين بجد؟ لا خلاص مش مهم، بعد كده هيبقى انسطح هننزله عادي. لا ده فولدر تاني. لا ده فولدر ودنيا تانية. طيب بعد كده حاجه اسمها انكلود سي بلس بلس وانكلود كوتلين. الاثنين دول لغات برمجه. في ميزه في الاندرويد بصراحه مش موجوده في برنامج تاني. لو انت كنت شغال بلغه سي شارب مع فيجوال ستوديو، ده برنامج تاني بيعمل مواقع انترنت وبرامج شركات وبرامج موبايل. وانت شغال بلغه اسمها سي شارب، طول عمرك هتفضل تكتب بالسي شارب. طيب لو واحد زميلك عنده كود بالجافا وعجبك وعايزك الكود ده بيعمل عمليه معينه وانت عايز تعملها عندك في السي شارب، هتضطر تاخد الكود تحوله سي شارب وتروح ايه؟ حطه عندك. تمام؟ الجافا هنا الاندرويد يقول لك ايه بقى؟ لو انت شغال جافا، احنا كده كده شغالين جافا. في لغتين تانيين هو بيدعمهم السي بلس بلس والايه؟ والكوتلين. لو عجبك كود معمول بالسي بلس بلس هاته زي ما هو سي بلس بلس وحطه جوه البروجكت بتاعك وهيشتغل. لو عجبك كود معمول بالكوتلين هاته زي ما هو وحطه في الكوتلين وهيشتغل. وحطه في الجافا معاك وهيشتغل. مش لازم تحوله لجافا. خدت بالك؟ اي نعم نادر استخدام الحركه ديت. تمام؟ عشان بيبقى الابلكيشن بيبقى البرفورمانس بتاعته قليله. ليه؟ عشان هيشتغل اثنين كومبايلر. واحنا فهمنا يعني ايه كومبايلر. كده انت هتضطر تاخد كومبايلر الجافا وكومبايلر للكوتلين. فعشان كده الناس تقول لك ما بحبش اعمل كده، بس بقول لك لو صدفتك. يعني احنا ساعات بنبقى نشتغل وعجبنا كود كويس جدا وعايز كود بيتعامل مع الفويس مثلا، بس معمول بالسي بلس بلس وانا شغال جافا. هضطر اخد وقت عشان احوله. والمكاتب طبعا بتاعت السي مختلفه عن مكاتب الجافا، والادوات بتاعت السي مختلفه عن ادوات الجافا، فبتقعد تاخد وقت كتير، ومش بعيد تقعد لك يومين ثلاثه قبل ما تحول الابلكيشن الملف ده. لا يقول لك هاته زي ما هو وحطه ويشتغل عادي جدا. تمام؟ بعد كده نيكست. بعد ما سميت الابلكيشن بتاعك نيكست هيطلع لك حاجه يقول لك الابلكيشن بتاعك هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على تليفونات وتابلت ولا هيشتغل على ساعات ولا هيشتغل على تلفزيونات ولا هيشتغل على حاجه اسمها اندرويد سينجز اللي هي الاي او تي. هنعرف يعني. طيب لو هيشتغل على ساعات على فون وتابلت
وده اللي احنا بنفوكس عليه. تمام؟ تحب يشتغل على انهي فيرجن؟ الفيرجنات بتاعت الاندرويد زي ما انتم عارفين اساميها كيت كات، لولي بوب، مارشميلو، ايس كريم، ساندوتش، اوريو، نوجات. اخر حاجه نزلت اوريو، اسماء اكلات كلها. تمام؟ ايه نزل تمام. فدي كلها اسماء مسميات بالظبط بيوازيها في اجهزه الكمبيوتر، ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز 8، ويندوز 10، الكلام ده كله. احنا هنا لا، منزلين اسماء اكلات ومنزلينها في فيرجنات اي بي اي 19، اي بي اي 20، زي ويندوز 8، ويندوز 8.1. خدت بالك؟ هي بس قريبه فيرجنات مش اكتر. عايز الابلكيشن بتاعك يشتغل على انهي فيرجن؟ واحد يقول بس خلينا بقى على اخر حاجه واوريو، مفيش مشكله، بس الابلكيشن مش هيشتغل على الاجهزه اللي بتدعم اوريو. تمام؟ قبل كده مش هتشتغل، يبقى انت بتخسر عمل. فبالتالي وانت بتفوكس على ايه؟ على جزء من العمل. وطبعا الناس اللي بتعمل موبايل ابلكيشن كل هدفها الماركتنج، تسويق والوصول لاكبر عدد من العملاء. انت رايح تركز لي على نوجات، يبقى الناس اللي مسطبه نوجات هتلاقي ناس قليله، اللي هي مع الاجهزه الايه؟ العاليه. خدت بالك؟ فهتبقى مشكله معاك. قال لك طب ايه؟ احنا عندنا حاجه في الكمبيوتر تقول لك ايه؟ الجديد يشغل القديم، بس القديم ما يشغلش الجديد، دي معروفه. يعني حضرتك لو عملت الابلكيشن بتاعك على كيت كات، بص كيت كات كام في الميه بيدعموه؟ فدي نسبه حلوه جدا. لو واحد معاه اوريو يشغل كيت كات لو واحد معاه نوجات يشغل كيت كات بس لو واحد معاه كيت كات ما يشغلش بقى ابلكيشن معمول بالاوريو. فاهمين اقصد ايه؟ بص حضرتك لو اخترت اوريو كام في الميه؟ 6%. خدت بالك؟ وده طبعا كونكت على جوجل ديفلوبر، يعني مع موقع جوجل هم اللي جايبين النسب دي. عندك بقى عندك نوجات بص كام؟ 37%. فطبعا انت تعمله على ايه؟ كيت كات. فدي نسبه كبيره، فهتوصل لعدد كبير جدا من العملاء. عشان كده ساعات الفيسبوك وانت بتحمل الفيسبوك من البلاي ستور بيتشيك على الفيرجن بتاعك وينزل متوافق معاه. تفتح ابلكيشن سامسونج جراند الفيسبوك من عليه تلاقيه شكله مختلف، تفتحه من على سامسونج ايدج تلاقيه شكله واو. حقق شكل الابلكيشن، ما بقولش شكل الموبايل. خدت بالك؟ فتلاقيه هو عامل الابلكيشن كم مره؟ كذا مره بكذا شكل. ليه؟ في بعض الفيتشرز مش شغاله في تليفونات وبعض الفيتشرز شغاله في تليفونات ثانيه. فاهمني؟ فهو مدعم الحاجتين دول، فتلاقيه عامل كود حلو جدا بيشوف انت شغال باندرويد كام وينزل لك الفيسبوك اللي متابع ليه. وازاي نعرف الموديل؟ هنبقى ناخدها قدام شويه لما نيجي نشتغل. طيب لو كنت هتشتغل الابلكيشن على ساعات. تمام؟ الابلكيشن ده عايز يبقى يشتغل على اي فيرجن؟ طبعا هتلاقي الفيرجنات بتاعت الساعات بادئه من 20، واخد بالك؟ هنا كان 19. طبعا ليه؟ عشان بداوا الاول في الموبايلات وصنعوها والتابلت، وبعد كده اتجهوا للساعات. تختار انهي فيرجن؟ لو هتشتغل على التي في، على التلفزيونات، تختار انهي فيرجن؟ طيب لو هتشتغل على اوتو او اندرويد سينجز. اندرويد سينجز دي بيدعم حاجه اسمها اي او تي، الانترنت اوف سينجز. ايه الانترنت اوف سينجز دي؟ كان من حوالي سنتين بالظبط كان جالنا مؤتمر في جامعه القاهره من الجامعه الالمانيه، وكان جماعه المان هم اللي بيدوه، وكانوا بيتكلموا على الاي او تي دي اللي هي اندرويد سينجز دي. بس اي هو هي اي او تي يعني اختصار انترنت اوف سينجز. فالاندرويد خدتها من الحته دي. عملوا ايه؟ قال لك دخلوا الاندرويد نظام تشغيل اندرويد جوه، بدايه عملوها في ثلاث مجالات. اول مجال اجهزه البيت، الاجهزه المنزليه، راحوا نزلوا كان الغسالات. الغساله دي شغاله بنظام اندرويد. اول لما بتجيب الغساله دي موجوده وفي ناس اكيد تعرفها، انزل كارفور انت تشوفها. اول لما بتجيب الغساله اول حاجه الفني بيسالك عليها فين شبكه الواي فاي؟ هربطها بيه على طول. بس دي اوريدي موجوده 25، ما تحاولش تديه 25000 كده. ده في غساله، ده في ثلاجه بقى، الثلاجه دي كارثه لوحدها. الغساله اول ما بتجيبها بيقول لك شبكه الواي فاي، بتربطها بشبكه الواي فاي. اللي بيحصل ايه؟ حتى نفس الكلمه قالها لنا، قال لك الالمان هم اللي عاملين الموضوع ده، هم اللي بداوا في الحته دي. قال لك الالمان مانعين او يقول لك ايه دخول البني ادم في العمليه المتابعه دي، عمليه فاشله. يعني ايه؟ لما اقول باشمهندس مين؟ باشمهندس هشام، لما اقول له هشام والنبي بعد اذنك تابع لي الكورس ده، دي بالنسبه لهم عمليه فاشله. الاعتماد على البني ادم عمليه فاشله. ليه؟ يقول لك اول حاجه بلغه الشباب وبلغتنا هينفض، ما كانش هيتابع اول يومين ثلاثه، بعد كده خلاص سيبك منه. خدت بالك؟ فيقول لك لا انا عندي ما عنديش الموضوع ده، فانا بخلي التكنولوجيا للتابع. الغساله دي في اول لما تبوظ تبدا تبوظ حاجه فيها، تبدا مش حاجه باظت، لا تبدا، تلاقيه بعت اوتوماتيك للمركز الهندسي بتاع الغساله يقول له على فكره الغساله بتاع باشمهندس هشام رقم تليفونه كذا كذا بدا تبوظ فيها السير بتاع الحراره، الحق كلمه. بيجي لك تليفون يا فندم هنيجي نصلح الغساله، بيجي مين اللي قال لك الغساله؟
خدت بالك؟ ده بالفعل على فكره الغساله دي موجوده. الثلاجه بقى عاملين بقى حاجه اقوى من كده، دي ب 176,000 جنيه، يعني ممكن تطلع المدام وتجيبها مكانها. ال جي صح؟ ايه؟ ال جي وسامسونج. الثلاجه دي موجوده هي تحفه بس فنيه في كارفور. وحتى هو ساعتها قالها واحنا شفناها بصراحه. ساعتها الراجل كان عنده فضول. الثلاجه دي اول حاجه برده بتديله شبكه الواي فاي. ست البيت بتمسك تحت الثلاجه فيها كنترولر كده. تحدد ان الطماطم ما تقلش عن 6 كيلو. الفراخ ما تقلش عن 10. اللحمه ما تقلش عن 8. طب لو قلت تلاقي الثلاجه اوتوماتيك تبعت اوردر للسوبر ماركت علشان تعبي وتكاف وتوصل للحد اللي ست البيت حاطاه. خدت بالك؟ طبعا دي مش تنفع معاها نص ليمونه اللي بنحطها في الدرج. الكلام ده مش هينفع. خدت بالك؟ فدي ده فكره الانترنت اوف ثينجز. وراحوا عملوها في نظام الطب. بداوها في الطب. طبعا المانيا دي يعني اقول لك يعني مرسيدس وبي ام ده بس. يعني لك ان تتخيل بقى مرسيدس وبي ام وجميع الاجهزه الطبيه، يمكن الدكتور عارف الكلام ده. وجميع الاجهزه الطبيه. فراح قال لك ايه؟ يعني منزلوها في الطب. قال لك طبعا بتوع مرضى السكر ربنا يعافينا ويعافيك، لو جات لهم غيبوبه السكر بيقول لك ما تسيبهمش لوحدهم، ممكن يدوبوا ساكتين يموتوا فيها. فعملوا جهاز يتحط جنب البنكرياس بيقيس نسبه السكر في الدم. اول لما يبدا يزيد عن الحد الطبيعي او يقل هو اوتوماتيك دخل انسولين في الدم. انسولين ايه؟ موجود ده صح؟ تمام. ده كان معتمد على اندرويد انترنت اوف ثينجز. عملوها برده في المباني. الثلاث افكار هو اللي حدث. قال لك برده مبدا الاهمال. مبدا الاهمال يقول لك لا انا مش عايز اعتمد على حاجه. الاهمال هو اللي بيبوظ حاجه. اما لو تابعت حاجه وصلحتها اول باول هتلاقي الموضوع معاك ايه كويس جدا. هو بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا المبنى انا شايفين شرخ في الحيطه وسايبينه. يقول لك يا عم عادي الدنيا تمام مفيش اي مشكله، رطوبه وسايبينها. لا هو يقول لك ايه؟ العمود مش عارف فيه شرخ ويحصل كذا، العمود مش عارف حصل فيه ميل ويحصل كذا. لا هو يقول لك حاطين عملوها في سنسور، حطوا سنسور على المدى الطويل في العمود، مش في العمود وبس، اساسيات اي عماره زي ما الشباب عارفه السقف والقمر والاعمده. يحط سنسور في العمود يقيس مدى استقامه العمود. اول لما العمود يبدا 100 سيكا تلاقيه بعت للمكتب الهندسي يقول لي العمود اللي في مركزيات اللي في الدور الثالث رقم كذا بدا يميل، الحق المركز اللي متربع على فكره. خد بالك هو ده مبدا المتابعه. مبدا المتابعه ده اهم حاجه عندهم. مبدا المتابعه مش من خلال بني ادم، من خلال التكنولوجيا زي البي ام والمرسيدس فاتت. لو عجله العربيه نايمه مش عارف يقول لك ايه يديك انذار مش عارف ايه. لو في تيل الفرامل فيه مشكله عباله ما تتحركش ما تتحركش. مش احنا بقى سامعين طول صوت تيل الفرامل بيصفر وماشيين. خدت بالك هم عندهم الحته دي. الحته الجزء ده كله جزء رائع جدا اسمه اي او تي انترنت اوف ثينجز. هو ده لو عايز تعمل حاجه عن المواضيع دي انك تشتغل مع امبيدد سيستم واجهزه غسالات اجهزه ثلاجات الكلام ده كله. ده نظام تشغيل اندرويد بقى جوه الثلاجه او الغساله او واتيفر انت. طيب انا طبعا احنا بنفوكس على الفون ايه الاثنين دول مع بعض اساسا. الاثنين دول مع بعض بس بيقول لك الاس دي كي بتاعك لازم يكون اعلى ايه اس دي كي ليفل اور فون لازم يكون اعلى من 21 ما يكونش ايه 19. الاثنين دول طبعا انت هنا إيه؟ ينفع اكتر من اوبشن فما هو تشيك بوكس زي ما انت شايف. طبعا احنا بنفوكس على مين؟ على الفون والتابلت. نيكست ايه؟ لا 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 خالص لا خالص خالص برمجه ما بتفرقش نهائي. هو انت لما تسطب وورد على اوفيس 2000 وورد على 7 مختلف على وورد على 8؟ لا ولا ليها علاقه. هنا بيظهر لك شكل شاشات الموبايل. الناس اللي شغاله بروجرامنج اشتغلت على فيجوال ستوديو. لو اشتغلت على فيجوال ستوديو او بتبني برامج شركات وانت بتبني برامج شركات الشاشه بيتقال عليها فورمز اللي هي فورمه بالبلد بيقولوا عليها فورمه. تمام. لما بتخش على بتبني مواقع انترنت الشاشه بيتقال عليها صفحه بيج. الشاشه عندنا في الاندرويد بيتقال عليها اكتيفيتي ولا تمس كلمه نشاط باي سبب. تمام. ما تترجمش ترجمه حرفيه وانت شغال في الاندرويد او انت شغال بروجرامنج اهو. كلمه اكتيفيتي يعني شاشه. عندنا كذا نوع من الشاشه اول نوع امبتي اكتيفيتي. امبتي اكتيفيتي شاشه فاضيه خالص انت اللي بتبنيها على مزاجك. انت بقى اللي بتحط فيها العناصر بتاعتك. عايز تحط فيها صوره هنا، عايز تحط هنا زرار، عايز تحط هنا كذا بتبنيها. في شاشه ثانيه اسمها بيزك اكتيفيتي. الشاشه دي اللي نازله مع الماسنجر بتاع الفيسبوك او الواتساب. تلاقي اللي فيها ايكون على الشمال من تحت. اللي معاه اندرويد ممكن من هنا لهنا اللي فيها ايكون على الشمال من تحت. الايكون دي اسمها فلوتنج اكشن بتون. لو دوست عليها بتعمل اكشن معين. عايزه تعمل اكشن معين. عندنا واحده ثانيه اسمها بوتوم نافيجيشن اكتيفيتي. دي اللي فيها
الثلاث اختيارات ومش بالضروره ثلاثه، اللي هي برضو زي الفيسبوك اللي هي بتبقى تحت دول الثلاثه اللي هم القطار اللي تحت دول، اللي هي تلاقيها تقدر لو دوست على كل واحده تلاقيها بتعمل ايه اكشن معين مختلف. يعني ممكن تخلي ثلاث شاشات في الشبكه، الحركه دي بيسموها فريجمنت، الحركه دي بيسموها فريجمنت. بس انت هنا تقدر ايه، مش شرط ثلاثه بس، ده ممكن 10 زي ما انت حابب. طيب عندنا نوع تاني اسمه فول سكرين. فول سكرين معناه ان حضرتك اول لما تفتح الابلكيشن الشاشه لو عملتها نوع فول سكرين تخفي الساعه وتخفي الايه النتورك خالص، تلاقي كل مانيه الشاشه. خدت بالك لو عايز تعمل الابلكيشن بالطريقه دي بيعملوها دايما في شاشه الويلكم، لما بتفتح ترو كولر تلاقيها خافيه على كل حاجه، وتلاقي ترو كولر ظاهره في النص لمده 3 4 ثواني، وبعد كده تبدا ايه تشوفها. جوجل ادز لما بتحب تعمل شاشه بس يكون فيها اعلانات تظهر في النص الرخمه اللي حابب اعمل فيها دي، خدت بالك هي دي ازاي تعملها جوجل ادز. طيب طبعا دي مش محتاجه شرح. جوجل ماب تمام، دي مش محتاجه عشان تخلي ان الابلكيشن يبقى عليه جوجل ماب. البروجكت الواحد او الابلكيشن الواحد ممكن يشيل اكتر من نوع اكتيفيتي، مش بالضروره مش لازم كل الابلكيشن يبقى ماب، لا ممكن ماب مع مش عارف شاشه امبتي مع شاشه فول سكرين مع شاشه كذا حسب ما انت حابب. تمام بعد كده شاشه اللوجن اللي هي يوزر نيم وايه وباسورد. كل اللي انت شايفه حضرتك ده ديزاين فقط، ديزاين تصميم بس ما فيهوش برمجه، انت العبارة هو انت بتختار الشكل اللي هتقوم عليه. بعد كده الشكل ده، الشكل ده شكل زي ما انت شايف عامل كده، وبيستخدم اكتر في التاب، التابات والايباد وكده طبعا، بس الايباد ده بتاع ايه الاي او اس. الشكل بيبقى عامل كده، هنا اللينكات الزراير تدوس هنا تلاقي الداتا ظهرت هنا، تدوس هنا تلاقي الداتا ظهرت هنا. طبعا ده علشان ان شاء الله تعمله لازم الابلكيشن يكون عامل كده، موبايل يكون عامل كده، ما ينفعش يكون عامل كده صح ولا غلط. فعشان كده دي بتسبورت التاب اكتر والتابلت اكتر. طيب انا عايز اعمل دي، تخش على اللي بعدها بقى، اللي بعدها اللي هي المنيو اللي بتظهر على الشمال، تظهر وتختفي اللي هي في جوجل بلاي ستور، اللي هي المنيو اللي على الشمال هي دي، دي اسمها درورز، دي حلوه جدا وناس كتير بتشتغل عليها. تمام الدرو حتى في ترو كولر اللي ظهر على الشمال. طيب بعد كده عندنا السكرولنج اكتيفيتي من نوع سكرولنج، اللي هي ايه تقعد لو في داتا كتير عمال ايه تنزل وتطلع تنزل وتطلع، دي اسمها سكرولنج. تمام عندك داتا سيتنج الاكتيفيتي سيتنج اللي هي دايما تلاقيها كلها تشيكات، لو دوست صح يعمل ايه، لو دوست غلط يقفل يقفل ويفتح، بيعمل سيت اون واوف لاي كان اللي انت عايزه. اخر اكتيفيتي نزلت هي دي، ودي نزلت مع 2.3.3 مع الفيرجن ده. الاكتيفيتي دي اللي نزلت لما بتبص لها كل الناس مفكراها بتاعت الجلد اللي هي السهمين على اليمين والشمال تمام، وتقعد ايه او زي بتاعت الجلد تقعد تقلب ايه شمال ويمين. لا هي مش بالفعل كده، هي كده اه، بس بص كمان دي الاكتيفيتي اول لما نزلت ثلاث ايام بالظبط الواد سامر عمل ابديت لنفسه. ايه هي بقى؟ عمل دي الاكشن بار اللي هي التابات اللي فوق بتاعت الواتساب دي، نزلت من هنا مع 2.3 واول لما نزلت طبعا انت دايما خلاص بقى طالما دخلت على اندرويد كل فيرجن ينزل تبص تقرا ايه اللي تم فيه جددوا ايه. يعني انا بعمل كده اخش مثلا اشوف 3.2 نزل نزلت 3.1 ادخل ايه الجديد، لقيت فيتشرز جديده عاديه مش لا استنى مش هستوب دلوقتي تمام. فلما دخلنا على 2.3 اول حاجه قال لك نزلنا تاب جديد، اول لما يكون ينزل اكتيفيتي جديده لازم تسطبه بصراحه عشان دي اكتيفيتي جديده ممكن تكون شكل حلو جديد نزل من الاشكال دي. اخر حاجه نزلت هي دي، وزي ما بقول لك اول لما نزلت الواتساب على طول نزل عمل ابديت لنفسه بعدها بثلاث ايام دي. وبرده في واحده ثانيه ان يبقى في قايمه في بار فوق، بس طبعا دي اللي مشهوره اكتر. طيب طبعا احنا هنبدا في الاول على ايه امبتي اكتيفيتي تمام، وهنتعرف على كل واحده. الابلكيشن الواحد ممكن يكون فيه اكتر منين من نوع. اتفضل. ينفع تضيف حاجه جديده وتشيل، بس الاكتيفيتي لو نزلت من نوع وعايز تعمل نوع تاني شيلها ونزل النوع التاني في نفس البروجكت، يعني مش شرط تعمل فاين نيو بروجكت تاني. تمام نيكست. اي اكتيفيتي بتنزل يا جماعه ليها نوعين من الملفات، نوعين وليس ملفين، نوعين من الملفات، ملف البرمجه وملف التصميم، ملف البرمجه وملف التصميم. ملف البرمجه دائما وابدا ملف برمجه واحد، طبعا لغه البرمجه شغالين لا
جافا. ملف التصميم، لغه التصميم في الاندرويد شغاله XML. XML شبه ال HTML، اللي هي دايما اكوادها عامله كده، حتى ما بيسموهاش اكواد، بيسموها تاجات، تاجز. تمام، ما بيسموهاش اكواد. تلاقي كل الاوامر كده. طبعا هنتعلم XML، هنتعلم حاجات بسيطه، بس انت كل الديزاين بتاعك عندك دراج اند دروب، شد واسحب، شد واسحب من التول بوكس. بس هتتعرف يعني ايه XML. كل اوامرها بالطريقه دي، كل الشاشه بتنزل ليها نوعين من الملفات، ملف البرمجه وملف التصميم. تمام، ملف البرمجه ده اسمه، ملف التصميم بيتقال عليه لاي اوت، ده اسمه. خدت بالك؟ عايز تخلي الاثنين نفس الاسم براحتك، عايز تغير غير، مش عايز براحتك. تمام؟ طيب كل اكتيفيتي ليها كام نوع من الملف؟ اثنين بس. ملف البرمجه دائما وابدا واحد، ملف التصميم حسب نوع الاكتيفيتي. يعني حضرتك دي ليها ملف برمجه واحد، طب ودي ليها ملف برمجه واحد، طب دي ليها ملف برمجه واحد، طب دي ليها ملف برمجه واحد، طيب دي ليها ملف برمجه واحد، طب دي ليها ملف تصميم اثنين، طب دي ليها ملف تصميم واحد، طب دي ليها ملف تصميم سته. حسب نوع الاكتيفيتي، عدد ملفات التصميم حسب نوع الاكتيفيتي، عدد ملفات البرمجه دائما وابدا واحد. تمام كده؟ طيب هنختار اول واحده نيكست، وهنسمي، عايز تسمي وتدوس فينش. هو انا لما بضيف اكتر من اكتيفيتي بيبقى برضه كلهم في نفس الملف برمجه؟ لا، كل شاشه ليها ملف برمجه. تمام، هيبدا يحمل، دايما عينك تحت هنا قبل ما يخلص. بس يا موسى دايما عينك تبص، ما تقولش انه بخلص الا لما تخلص الفيديو السنة. طبعا انا قصد بس اقفل كل حاجة عشان نبدأ واحدة واحدة. يا مسهل. تمام كده خلص. عندنا ثلاث قوائم مهمين جدا في الاندرويد ستوديو. اول قائمة اسمها بروجكت نافيجيتور، اللي هي على الشمال دي، قائمة اسمها بروجكت نافيجيتور اهي. طيب القائمة دي فيها ايه؟ فيها كل ملفات مشروعك، من ملفات جافا، من ملفات ديزاين، عرفنا يعني ايه بقى، من صور، من فيديوهات، من صوت، من كل حاجة. اسمها بروجكت نافيجيتور. لو هتقارنها بالفيجوال ستوديو اللي هي السوليوشن اكسبلورر اللي كانت عليها الناس اللي شغالة فيجوال ستوديو. تمام، بس دي بروجكت نافيجيتور. تاني قائمة عندنا حاجة اسمها كومبوننت باليت. الكومبوننت باليت دي اللي فيها كل الأدوات اللي هتساعدك على التصميم، اللي هي التول بوكس، اللي بيقولوا عليها التول بوكس، اللي هي فيها ايه، الزراير، فيها الصوره، فيها التكست بوكس، فيها كل الكلام ده كله. ثالث قائمه حاجه اسمها البروبرتيز ويندو، اللي هي شاشه الخصائص. هنشوفهم واحده واحده، بس الاول خلينا هنا بروجكت نافيجيتور. نفتح الاب، اول فولدر هيقابلك ملف المانيفست، تفتح دي لغه اسمها اكس ام ال، اللغه اللي انت شايفها دي كلها، بص زي ما انت شايف كده كلها تاجات كده. طيب الملف المانيفست ده مسؤول عن ايه؟ ملف المانيفست ده مسؤول عن اربع حاجات. واحد، تغيير اسم الابلكيشن. لما الابلكيشن تخلصه وينزل عند الناس هينزل باسم ايه؟ المسؤول عنها ملف مين؟ المانيفست. بتغير منين؟ اهي شايف ليبل دي؟ هي دي الخاصيه المسؤوله عن تغيير اسم الابلكيشن لما يتسطب عند الناس. طيب عايز اغيرها، نازله باسم مين؟ تيست. نازله باسم تيست. حضرتك عايز تغيرها، كليك عليها، ده ظهرت حاجة تانية، ظهرت كده. ايه بقى ده؟ اول لما تلاقي علامة اد تعرف اللي وراها يا ملف يا فولدر. اول لما تلاقي علامة اد تعرف اللي وراها يا ملف يا ايه؟ اسم ملف او اسم فولدر. هنا اللي وراها ايه؟ فولدر او ملف. لا، فولدر او ملف، يعني سترينج ده يا فايل يا فولدر. لسه هنشوف جوه الفايل او فولدر حاجة اسمها ايه؟ فين بقى سترينج دي موجوده؟ جوه ريسورس فاليوز، اهي ملف ولا فولدر؟ ملف. افتحه، جوه حاجه اسمها ايه؟ شايله كلمه تيست. حضرتك عايز تغيرها،
خلاص غيرها زي ما انت عايز اهو كايرو يونيفرسيتي مثلا. تمام الاسم ده عايز تاخده كوبي. طب ما تقول لي ليه؟ طب ليه اقعد اللفه دي كلها اروح لملف اسمه سترينج وبعد كده جواه حاجه اسمها اب نيم مغير؟ طب ما انا اكتبها هنا على طول ايه المشكله وخلاص عايز. قال لك مفيش مشكله بس كل ما تحتاج كلمه كامل بس تقعد تكتبها كل ما تحتاجها تقعد تكتبها. طب كانت الطريقه الاولانيه كل ما تحتاجها اكتب بس ات سترينج اب نيم بقول له ايه روح خدها من ملف اسمه اب نيم. طب ايه الميزه في دي وايه الميزه في دي؟ اولا ان انا تقعد تكررها دي كذا مره وتكتبها هي هي ده مش ميزه ده عيب. افرض الدكتور قال لك لا سميها جيزه يونيفرست بلاش كلمة هتقعد تغير كم مره؟ كذا مره صح ولا غلط؟ اما لو كانت متسيبه في الملف واستخدمتها 60 مره هتغير مره واحده بس غير في الاصل كله هيتسمع فيه. خدت بالك؟ فطبعا انت الطريقه اللي تعجبك اشتغل بيها. عايز تكتب هنا كايرو بس اهو تعالى هنا وتروح قايل ات كنترول مسطره اهي هتلاقيها ظهرت كنترول مسطره ات سترينج ابني كده. انا بقول له ايه؟ خد التايتل من ملف اسمه سترينج جواه حاجه اسمها ابني روح خدها منه. يا اما تكتبها صريحه ومباشره على طول تمام يبقى بعد كلمه ات اي اسم فولدر او ايه او ملف. طيب دي اول ميزه او اول اهميه من ملف المانيفست. تاني اهميه ان لو عايز تغير صوره الابلكيشن يعني ايه صوره الابلكيشن؟ الايكون بتاعته لما يتسطب عند الناس هينزل بايكون اسمها ايه؟ هي دي الفكره. شوف زي ما حضرتك حابب يبقى انا محتاج صوره تمام. دي من حاجه اسمها ايكون. الفيسبوك لما بينزل بينزل باف زرقاء صح والواتساب مش عارف خضراء. انت حضرتك الابلكيشن بتاعك فين الايكون بتاعته؟ روح هات الايكون بتاعته من ايا كان من على جوجل او واتيفر شوف انت هتجيبها منين. هات ايا كان الصوره اللي هتنزلها وليكن دي عارفه ركت البجع بجامعه القاهره بس ما علينا. ادي سيف. طبعا يفضل تكون بي ان جي اللي هي ملهاش خلفيه ما تكونش بيضه كده يفضل يعني مش اكتر بس هي ايه هي عمليه ذوقيه مش اكتر. بي ان جي ملهاش خلفيه كده شوف اي صوره كده ايه لا وليه بقى احنا اهو زي دي كده دي بي ان جي سيف اسيبها في اي مكان. طيب عايز انزلها الصوره نزلت اهي بص بص نازله ازاي من غير خلفيه هي دي بينج. طيب عايز انزلها قال لك حضرتك عشان تنزلها في الخانه بتاعت الايكون هنا مكتوب ايه موجود ايه ميب ماب يبقى ده معناه ايه فايل او فولدر تمام جواه حاجه اسمها اي سي لانشر. دور على ميب ماب فين اهي فولدر ولا فايل؟ المره دي فولدر جوه حاجه اسمها ايه؟ ايه اي سي لانشر دي؟ افتحها ده حاجه زي كده. لا بص بقى كليك يمين عليها شو ان اكسبلورر يعني ايه؟ افتح لي الفولدر ده جوه الملف جوه الجهاز جوه الكمبيوتر يعني شو ان اكسبلورر اهو فتح عادي جدا خش جواه الصوره العاديه بتاعت الاندرويد. الابلكيشن هينزل بالصوره دي الابلكيشن هينزل بالصوره دي ولكن مش مهندس الكلام متسجل فيديو يعني ما تشغليش بالك بالكتاب لو حابه تمام. الصوره هتنزل بايه بالصوره دي انا مش عايز الصوره دي خلاص هات الصوره يا عم اللي ايه اللي عندك دي. قال لك الصوره اللي هتجيبها واحد ما يكونش اسمها اي في مسافات اثنين ما يكونش فيه اي سبيشال كاركتر ثلاثه ما يكونش كابيتال. تبص بقى اوحش انواع الاخطاء الاخطاء دي الصوره الاسم الصوره اللي غلط دايما واحنا بنبرمج البرمجه دي غلط. المشكله بقى فين؟ اسم الصوره اسم الصوره لو كابيتال هيدي ايرور اسم الصوره لو كابيتال يعني هنا اهو لوجو في اتنين لوجو لوجو ما انا اقصد اهو كايرو هاخده كوبي الصورة دي بقى عايز اشغلها هنا
قال لك الاندرويد ماشي بقى ايه الموضوع مش هباء كده. الصوره لازم تتحط في فولدر معين واسمه اسم معين. الصوره ما تتحطش في فولدرين يا ميب ماب يا درو ايبون. الصوره لو اتحطت بره الفولدرين دول لو اتنططنا مش هينفع نستخدمها. مش هينفع تاكسس على الصور ابدا ولا هتعرف تستخدمها. مش زي الفيجوال ستوديو. الفيجوال ستوديو تبقى الصوره في اي مكان واقدر استخدمها. الصوره تبقى على الديسك توب والابلكيشن في الدي واقدر استخدمها. هنا لا، الصوره لازم تكون في نفس فولدر البروجكت وتكون في فولدر اسمه ميب ماب او درو ايبل. لو الصور بره الفولدرات دي مش هتعرف تستخدمها. الفيديوهات، الفيديوهات والاوديو والصوت لازم يكونوا جوه فولدر اسمه رو ار اي دبليو. لو الصور لو الفيديوهات او الاوديوهات موجوده في فولدر بره مش هتعرف تستخدمها. بيغصبك وبيجبرك انك تحط الصور في فولدرات معينه. خلاص اجيب الصوره اهي كوبي وتروح جاي هنا، ادي درو ايبل وادي بيب ماب، اللي يعجبك حط فيها كليك يمين بيست. قال لك الصوره هتتحط في درو ايبل، ايوه باسم ده. عايز انادر الصوره هنا، الصوره اتحطت فين؟ في درو ايبل. يبقى ات درو ايبل اهي نزلت اسمها ايه؟ اهي مفيش بقى ولا بي ان جي ولا جي بي جي، مالكش دعوه ولا ليه علاقه بالكلام ده. هو بيدعم البي ان جي، بيدعم الجي بي جي، بيدعم الجيف، ما بيدعمش دوت اي سي او اللي هو ايكون. الايكون ما بيدعمهاش. طيب خلصت. طب ما جابش ايرور اهو يا عم. اعمل بيلد ريبيلد. القايمه دي بتعمل ايه؟ بتتشيك ان كان في خطا في البروجكت ولا لا. خطا بقى من صوره، من ديزاين، من برمجه، وتسيبه دايما برده عينك تحت هنا. انزل تحت كده هنا بيقول لك في مشكله اهو عنده فيلد اهو. تعالى بقى بص شايف كده مكتوب ايه هنا؟ دي مش عارف ايه كذا كذا ايه عنده مشكله فين؟ اوحش انواع الاخطاء دي. الخطا في اسم الصوره ما تتوقعوش. عمري ما كان يعني اول ما نزل ده كان بيجنننا. مفيش مبرمج تمام مش بيركز يتوقع او عمرنا ما شفنا ان اسم الصوره كان بيطلع ايرور. عمرنا ما شفنا كده. اسم الصوره كابيتال سمول في مسافات بالعربي بالانجليزي كنا بنستخدمه ولا كان يفرق معانا حتى بالفيجوال او في اي لغه برمجه. هنا لا، اسم الصوره غلط. فتروح رايح كده وتروح داخل على الدرو ايبل اهي وتغيرها تمام، وتيجي هنا تعمل ريفرش. نزلت اهي، قال لك بقى في مشكله. الخط الاحمر ده شايف هنا؟ كان الاول جايب خط احمر. لا هبص هنا قال لك في مشكله، اقول له ما انا غيرتها بقت لوجو اهي. خلاص كده، دي كده تغيير التايتل بتاع البرنامج الابلكيشن وتغيير ايه الصوره. في مشكله لحد كده؟ في حد مش فاهم الاثنين دول؟ مفيش فرق. عايز تحط هنا تحط هنا مش فارق معايا. بس هو ميب ماب ده هو اللي حاطط فيه الفولدرات الايكونز بتاعته اللي نازله ديفولت تمام. طيب بعد ممكن نستدعي اللوجو اكتر من مره برضو ولا ايه؟ لا هو الابلكيشن ليه كام لوجو؟ هو واحد. مش هستعمله هستعمله جوه. ما انت لو هتستعمله كل مره اد درو ايبل لوجو، اد درو ايبل لوجو كل مره تستخدمه بالطريقه دي تمام. طيب الوظيفه الثالثه للملف ده، الوظيفه الاولى تغيير تايتل الابلكيشن، الوظيفه الثانيه تغيير اللوجو، الوظيفه الثالثه اي بيرميشن عايز ياخدها الابلكيشن. يعني ايه؟ ساعات بتسطب الابلكيشن مش مهندس هشام وانت بتسطبه لا خلي بالك هيأكسس على الكاميرا اللاير، هيأكسس على الجالري ماشي، هيأكسس مش عارف على اللوكيشن ماشي، وغصب عننا ماشي. ما انت لو قلت مش ماشي مش هيتسطب صح ولا غلط؟ مش هيتسطب. ممكن تسطب بس ايه؟ ايه؟ ممكن تسطب بس تبقى بس تخش من جوه بقى. بس هو انت لو قلت لو دوست دونت الاو ما بيسطبوش في البلاي ستور بيبقى ليه؟ مش كل الموبايلات ولا كل البرامج ولا كل الموبايلات بتمنع بتعملها. يعني عايز اقول لك ممكن في موبايل يعني موبايل هواوي واسمه اوبو يعمل ايه ويتش نفس الكلام ينزله لك وانت تدوس الاو ما يكونش فاتحها برضه، لازم انت تخش في السيتنج وفي الاب تخش تفتحها. طيب المهم ايه البرميشن دي؟
حضرتك البرميشن دي لو عايز تستخدم اي حاجه من مكونات الموبايل، الهارد دول بتاع الموبايل، بلوتوث، واي فاي، موبايل داتا، هل انت اللي عملت البلوتوث؟ بس انت عايز تستخدمه، عايز زرار من الابلكيشن بتاعك يفتح البلوتوث، هل انت اللي عملت الكاميرا؟ بس انت عايز زرار من الابلكيشن يفتح الكاميرا زي الواتساب، ما انا بفتح الكاميرا بس هو ما عملش كاميرا، بستخدم كاميرا الموبايل سواء بفتح الكونتاكت من الواتساب، هل الواتساب هو اللي عامل الابلكيشن الكونتاكت؟ لا، اقدر افتح ايه تاني من الواتساب؟ الجاليري، صح ولا غلط؟ كل الكلام ده ازاي تستخدم محتويات الحاجات الديفايس بتاع الموبايل دي، لازم قبل ما تكتب كودها يكون واخد بيرميشن بكده، صلاحيه بكده. يعني مش معنى انك اديت الصلاحيه للكاميرا يبقى كده هتشتغل الكاميرا، لا، روح بقى اكتب الكود اللي يفتح الكاميرا. معايا يا حضرتك؟ معايا يا باشمهندس مصطفى؟ يعني ايه عايز تستخدم الكاميرا؟ الاول روح ادي الصلاحيه ان الابلكيشن ده يستخدم الكاميرا. اثنين، اكتب الكود اللي هيستخدم اللي يفتح الكاميرا. عايز تفتح الايه؟ اللوكيشن، اكتب الكود اللي يتعامل مع اللوكيشن. بعد كده روح اكتب اعمل البرميشن اللي يتعامل مع اللوكيشن. بعد كده روح اكتب الكود اللي يتعامل اللي يفتح اللوكيشن. مش معنى انك اديت برميشن يبقى معنى كده ان فتحها، لا، ده انت خدت اذن بس. انا قلت لك من حقك تسوق عربيتي، كده انت سوقتها؟ لا، خلاص خد المفتاح ودور كده، انت خلاص من حقك كده، انت فعلا عملتها. نفس الكلام البرميشن بقى بتتاخد ازاي؟ بص يا سيدي، افتح الكوز ده اللي هو الكوز التاني اللي هو شيفت واو يوزز برميشن، هتظهر لك كل البرميشن تعرفها ولا ما تعرفهاش. عايز برميشن تتعامل مع الاستورج، اكتب بس ستورج. عندك ستورج ريد وايه؟ ريد ورايت. مش لما تستقبل صوره من على الواتساب تجي لك تسيبها في الجاليري، دي رايت. مش تقدر تفتح من الواتساب الجاليري وتبعت لي صوره، دي ريد. تمام، اهي اختارها بس كده. بعد كده يوزز بيرميشن، عايز الابلكيشن يتعامل مع الانترنت، انترنت. عايز الابلكيشن يتعامل مع الكاميرا، الكاميرا. عايز الابلكيشن يتعامل مع الفاين لوكيشن، فاين لوكيشن، اكسس فاين لوكيشن، ان يجيب مكانك زي اوبر وكريم. عايز الابلكيشن يتعامل مع وات ايفر الكونتاكت، الكونتاكت برضو عندك ايه؟ مش انت لما بيبعت لك اسم على الواتساب تقدر تسيفه من الواتساب دايركت، ولما برضو تقدر تفتح الواتساب وتبعت له اي اسم حدك اهو. عايز ابلكيشن اخر بيرميشن نزلت جديده برضو بتاعت الكول اللي نزلها الوقت الفيسبوك والاول اكس. زمان كنا بناخد جبنا اعلان وعايزين نشتريه من على اول اكس، كنت بنقل الورق، كنت بنقله في ورقه وبعد كده ارجع اتصل بيه. النهارده اضغط عليه بس يتصل. الحركه دي اول ما نزلت وادي ابن جنيه عمل ايه؟ عمل ابلكيشن، تمام، وحط فيه شويه صور كده، يقول لك ابلكيشن اسمه فسحني، وحط فيه شويه صور وقال لك ايه؟ وحط زر اسمه اتصل. لما البرميشن دي نزلت، البرميشن دي خلت الابلكيشن تاكسس على الاتصال، مش لازم مجرد بس ما تدوس كده تلاقيه متصل على طول. اول لما تدوس يروح عامل ايه؟ راح هو كتب جوه الابلكيشن نجمه مش عارف كام 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 ورقمه و20 جنيه وشباك، فكل واحد يدوس تلاقيه بعت له 20 جنيه لحد ما اتمنع من بريستو لما اتعمل له ريبورت. اول لما نزل راح حد عمل كده، المصريين برضه ما بيغلبوش، خدت بالك؟ فراح ايه، كان كل شويه الابلكيشن، ناس كتير حملته على فكره، وكان كل شويه راح خاصم منهم. وكان هو عامل بقى حركه برضه صايعه بصراحه، انه كان يتشيك على نوع الخط. انا ممكن اجيب لك رقم تليفون الخط اللي متركب في العده، لو اوله 012 يروح مستخدم بتاع 012، لو اوله 011 يستخدم الكود بتاع 011. دي البرميشن، دي الكول فون دي. حتى لو انت بتسطب الابلكيشن تلاقيه الابلكيشن فيه كيس دينارات كده ودولار، تعرف ان الابلكيشن ده بيدع هيخصم من فلوسك، هيتعامل مع رصيدك. ما حته ان اتصال من عنده دي بيتعامل مع رصيدك. برضو الاس ام اس اهي برضو نزلت معايا هي كمان اهي، دي كلها برميشن تقدر تتعامل معاها، ده من خلال ملف ايه؟ لا لسه قايل لك، دي البرميشن. كل واحده من دول بقى ليها هيصه في الكود هنتعامل معاها، تمام؟ الا طبعا الانترنت، الانترنت خلاص مجرد ما انت كده يبقى انت مدعم انترنت، مش فارق معايا. اما الكاميرا لا، لازم كود يفتح الكاميرا. طب ليه؟ انت لما بتفتح الكاميرا بتفتحها بانر ولا هتصور؟ طب ولما تصور مش في صوره هتتلقط؟ يبقى المفروض تظهر على الابلكيشن بعد ما تتلقط، صح ولا غلط؟ مش هفتحها كده. لما تفتح الجاليري داخل تتفرج على الصور؟ لا، ما
ما كنت ممكن تخش من الموبايل اتفرج على الصور. انا داخل اجيب صوره. الواي فاي والموبايل داتا الاثنين، انك المهم الابلكيشن يقدر يدعم النت عشان يشتغل. طيب دي بعد كده دي ثالث فايده من فوائد الايه الملف ده. رابع فايده، لو حضرتك عندك ابلكيشن مكون من اربع اكتيفيتي، وقلنا يعني اكتيفيتي يعني شاشه، شاشه واحد شاشه اثنين شاشه ثلاثه شاشه اربعه. طيب وبعد ما خلصت الابلكيشن تمام وانت سوري بتصمم، اول حاجه لما تنزل ابلكيشن من زميلك او من عند اي حد وعايز تعرف في كام شاشه، في طريقتين، تقعد تخش على الملفات وتدور على اكتيفيتي، في طريقه ثانيه خش على ملف المانيفست وانت تعرف كام شاشه. هنا كام اكتيفيتي؟ كام اكتيفيتي؟ واحده اهي. عايز اعمل واحده جديده بقى اللي سال عليها الباشمهندس، تقف على اب رايت كليك نيو اكتيفيتي جالري. اقف على اب رايت كليك نيو اكتيفيتي جالري اهي، فاكرين دي؟ اختار بقى اللي تعجبك ايا كان واحده باشمهندس مصطفى بقى اهي. اختار دي المره دي نيكست، سميها مين سكند او سكند اكتيفيتي، فينيش. هتسيبه برضو يحمل. بقى عندي كام اكتيفيتي؟ بقى عندي كام؟ واحده اهي بدايتها اهي ونهايتها اهي والثانيه اهي. يبقى الوظيفه الرابعه الملف في المانيفست، لو عايز تعرف ايه الاكتيفيتي اللي في البروجكت، في موقع اسمه جيت هاب. موقع جيت هاب ده مليان مشاريع موبايل ابلكيشن، مليان بنقدر نحمل من عليه تمام، وتقدر تبقى كامله. يعني كنا بندور على اللايف لوكيشن اللي نزلت في الواتساب مؤخرا دي، عارفينها اللي هي نزلت لايف لوكيشن، انت تبقى ابعت لك انا فين، ودوم نزلوها وحتى عملوا تعديل عليها الفتره اللي فاتت. ماشي، اللي هي انت دلوقتي كل شويه مثلا اقول لك انا جاي لكم في الكورس، جاي للكورس، كل شويه تقعد تقول لي جاي، اقول لك انا جاي، تتصل انت فين جاي؟ في الطريق، في الطريق. لا ما تقرفنيش باتصالات، اروح باعت لك لايف لوكيشن. لايف لوكيشن دي بتشوفني انا ماشي فين، بتشوفني تمام. الواتساب عمل الحركه دي، كان بيبعت الاول شير لوكيشن، اللوكيشن ده اللي انا فيه بس وخلاص، لا هو بعت لايف لوكيشن ده بتشوفني انا فين دلوقتي، خد بالك. فدي ميزه حلوه جدا، بس طبعا بيدعم ايه عدد ساعات معينه، ربع ساعه بعد كده ساعه بعد كده 8 ساعات. مش من حقك تلاقي ابني طول عمرك، ومن حقي في النص افرض بعد نص ساعه كل شويه تقول لي ايه انت وصلت كذا، هقول لك لا انت تقعد بقى كل شويه اروح عامل ستوب ما تشوفنيش تمام. عملوا بقى ايه مع الواتساب تانية بقى، عدلوها من كام يوم، من حوالي شهر، تشوف البطاريه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، تشوف نسبه بطاريتك كام. خد بالك في ابلكيشن بقى نازل، اول ما نزلت راح واحد عمل الابلكيشن ده ورفعه على بلاي ستور، رفعه سوري على جيت هاب. لما يرفعه جيت هاب انت بتنزل السورس كود كله، فلما احب انا اول ما بننزل اي برنامج او ابلكيشن كامل بكوده وعايز اعرف ايه الاكتيفيتي اللي فيه، بخش على ملف المانيفست بيقول لي ايه عندك كام اكتيفيتي، من نظره بتعرف بدل ما تقعد تفتح الملف وتقعد تدور. طيب الوظيفه الخامسه والاخيره الملف المانيفست، انت عملت كام اكتيفيتي هنا؟ اول اكتيفيتي اللي هي دي صح، ثاني اكتيفيتي اللي هي دي تمام. حضرتك لما بنيت الابلكيشن تمام، بنيت الاولى نزلت والثانيه ادي واحد اثنين، لقيت وانت بتصمم طلبت منك تبني الابلكيشن ده، لقيت بصيت ان الاولى دي سهله فقدامي ساعتين والحق اسيب الشغل الحق اخلصها قبل ما امشي، الثانيه دي ده تقيله خليها بكره. مع العلم المفروض الابلكيشن اول لما يتفتح مين اللي تظهر؟ الثانيه هي اللي المفروض تظهر في الاول، بس انت عملت ليه؟ ليه؟ سهله وقلت عايز اخلصها وانجز عشان همشي، خدت بالك؟ فمن تبقى انت كده اول شاشه عملتها وبدات في تصميمها هي اول شاشه هتظهر لما الابلكيشن يفتح. مع العلم صاحب الابلكيشن قايل لك عايز دي، بس انت عملت دي علشان اسهل. طب افرض انا عايز اغير مين هي السبلاش اكتيفيتي، بيسموها عندنا السبلاش اكتيفيتي اللي هي الشاشه الرئيسيه، قال لك ملف المانيفست. حضرتك هنا الشاشه اللي هتظهر في الاول هي دي، عرفت منين؟ من الثلاث اربع سطور دول. الثلاث اربع سطور دول هم المسؤولين عن تغيير او اظهار الشاشه، تظهر الستارت البدايه.
عندك هنا واخدة خاصية اسمها ايه؟ مين يعني رئيسي، وهنا لانشر يعني البداية بنفس المعنى. لو حضرتك خدت دي قط وحطيتها عند ما بين اكتيفيتي هنا فتحة والقفلة بتاعتها بست، يبقى انت كده حددت ايه؟ التانية هي اللي هتظهر في الاول مش الاولى. يبقى انت ملف المانيفست هو اللي بيغير انهي شاشة هتظهر في الاول، انهي شاشة هتظهر في الاول. خدت بالك؟ عايز دي خلاص حط دي. طبعا لو حطيت الاثنين كده ما ينفعش تمسح من تحت. الانتنت فلتر دي هي اللي بتخلي انهي شاشة هتظهر في اول الابليكيشن. يبقى ملف المانيفست مسؤول عن كام حاجة؟ خمسة. واحد تايتل الابليكيشن، اثنين ايكون الابليكيشن، ثلاثة البرميشن، أربعة بيجمع كل الاكتيفيتي في ملف واحد، خمسة تحديد انهي شاشة هتظهر في الاول. في مشكلة لحد كده؟ عايزين بريك ولا نكمل؟ حد عايز يشرب شاي؟ طب ماشي بسرعة ممكن تجيب شاي؟ دي كده يبقى احنا وصلنا لايه؟ ملف المانيفست. طيب وبعد كده حددنا الخمس وظائف اللي فيه. باشمهندس كان بيسأل على حاجة، بيقول دلوقتي طب انا اعرف منين اوصل للملف ده؟ انت عشان بتشرح وعارف، وعارف الملف ده موجود فين، فقعدت تفتحه لنا وتقول لنا موجود في ريسورس وبعد كده فاليوز وبعد كده كذا. انا ايه اللي عرفني؟ تمام. كل مرة هاجي بقى اقول لك وريني، طب في حاجة طريقة تانية هتعمل ايه؟ تقف على الملف، تقف على اب نيم كده، كليك كنترول، تدوس على كنترول في الكيبورد، تروح دايس كليك، جاب لك الملف في مكانه فين. تمام. كنترول وكليك، كليك بالماوس هيجيب لك مكانه فين. اهو تاني كنترول، شوف عمل لك على علامه اللينك اهي، دوس كليك. اي حاجه عايز تعرف مكانها الاصلي فين كنترول مع كليك. تمام. طيب دي كده الخمس ايه وظائف. نيجي بعد كده الملف الجافا، فولدر الجافا. فولدر الجافا يبقى فيه الاكواد بتاعتنا. قلنا دائما وابدا كم ملف جافا؟ عندنا كم شاشه؟ اثنين. يبقى عندنا كم ملف جافا؟ اثنين. اهو الناس دينا، واحد للمين واحد لمين؟ للسكند. واحد للمين واحد للسكند. ده الكود بتاع المين، هنتعرف عليه ونشتغل ازاي. الكود بتاع السكند طبعا تختلف. شوف دي وبص دي، دي زادت عليها ايه؟ فاكرين الايكون اللي على الشمال؟ فاكرينها اللي على الشمال من تحت ولا على اليمين؟ هي دي اسمها فلوتنج اكشن باتون، هنتعرف عليها واحنا شغالين. طيب بعد كده عندك فولدر مهم جدا اسمه ريسورس. ريسورس فيه ايه؟ الري ار اي اس، اختصار ريسورس. تمام. ريسورس اللي هي فيها محتويات اللي هي ابلكيشن. الدرو ايبل دي بتاعت ايه؟ الصور. لاي اوت عندنا كم تصميم؟ كم اكتيفيتي؟ اثنين. كم ملف؟ ثلاثة. اثنين لمين؟ للاكتيفيتي. واحدة عشان كده قلت لك عدد ملفات الاكتيفيتي تختلف حسب نوع الاكتيفيتي. تمام كده؟ طيب افتح الاولى اهي. دي الشاشة اللي الارضية اللي بتبني عليها بالبلدي، هي دي. لما تظهر دي قدامك تعرف الاندرويد اتسطب صح. لو ما ظهرتش تعرف الاندرويد اتسطب غلط. كله ظهرت في دي؟ طب كويس الحمد لله. على فكره 25% من الكورس تسطيب والله. والله لا احنا ما جربناش لسه. لا فتحت دي عندكم؟ ما احنا ما جربناش لسه. سطبت ايه؟ حصل مشكله في الاكسل مال الشركه. هتيجي وهيظهر لك، بس هيكون هتلاقي عندك في ملفات الاس دي كي في حاجه ما اكتملتش، هيضطر تعمل داونلود تاني. الانستولر بتاع داونلود تاني هو هيقول لك، هيقول لك انستول كاس. يعني هو هو قال لي اعمل داونلود تاني فعمل. وهيقول لك تاني وتالت. بس شوف ايه؟ برنامج وقف عند الستيلر اكس ام ال، وبعد كده ما رضيش اصلا، سبته تقريبا من خمس ست ساعات برضه ما وقف. ووصل لحد فين دلوقتي؟ لا انا قفلت الكمبيوتر اصلا وما خدش، فجيت فتحته بعد كده اشتغل عادي. وفتح دي؟ لا هو فتح البرنامج بس. طب بص لما تجرب، كل ما تيجي تروح بقى جربه. لو فتح دي وتمام كده خلاص، لو فتح الشاشه السوداء يبقى بقت سوداء. جروبات جروبات يشتغل كتير. الاس دي كي اهو هقول لحضرتك الاول، بس اخلص الحته دي وهجي. ممكن كلنا ماشي ما عنديش مشكله. انا بتاعي 17، عايز اقول لك منزل فيه كل حاجه. ماشي حلوه. هو الفكره مش فكره حجمه، الفكره فكره ان هو بس يكون كل الفيتشرز اللي فيه اتسطبت كامله.
ما تكونش تصطف في حاجات جزء ايه؟ في تلاقي حاجة اسمها بارشر انستول، ما تصطفش كله جزء. ايوه بس هو بيقول لي حجمه 9 جيجا كده شغال كويس، بقول له ما تحكمش عليه من حجمه بس. هو بيفرق من جهاز لجهاز، بيفرق من اصدار اندرويد لاصدار اندرويد، من اصدار عنده كلكم اه طبعا بيبقى فيه كل حاجه الفيتشرز الجديده الجديده بتاعته. كله نزل في كام جيجا بقى؟ ما خدتش هقول لحضرتك دلوقتي، خدت 3 ايام ما اقل واجب هو لا هو مش 3 ايام دي اوفر النت اه هي قعدت معايا 6 7 ساعات. يا جماعه ده ليفل معاك ساعه يا جماعه في ايه؟ ساعه؟ هو اتفضل كله يبقى مش هنشتغل. ما تقلقش لو ساعه بقى بيني نشتغل. الاندرويد تصطيبه مقرف. ممكن مش عارف بس اشتغل عادي. فتح عادي يعني اسكت على قدام يعني بروح شغلي وارجع فكمل بقى خالص. طيب دي اسمها الاكتيفيتي، هي دي الارضيه اللي احنا بنبني عليها. هي دي الارضيه اللي احنا بنبني عليها. صندوق الادوات اهو اللي هو التول بوكس اللي احنا عندنا بنسميه الكومبوننت بل. حضرتك لو عايز تنزل زرار اهو، حضرتك لو عايز تنزل صوره اهو، بس هيقول لك اختار الصوره اللي انت عايز تنزلها. عندك صور قول له اختار صورتي. عندك الصوره او اي حاجه هتقف عليها، اي كنترول او ايتم او عنصر هتقف عليه خصائصه اهي. ايه الخصائص؟ عايز تظبط طوله عرضه تمام، عايز تظبط لون التكست بتاع البتن، عايز تكبر البط تكبر التكست تكبر الطول في العرض واللون بتاعه والباك جراوند، بتظبط الخصائص بتاعته. طيب عندك هنا تكست، عندك تكست فيو، دي بتستخدم للعناوين. مين كام واحد درس فيجوال ستوديو؟ فتح فيجوال ستوديو الليبل، عارفين الليبل؟ الليبل اقول بص العناوين دي يعني ايه؟ حضرتك بتخش على الفيسبوك بتلاقي الشاشه كده وبتلاقي يوزر نيم وقدامها باسورد وقدامها. حد يقدر فيكم يعدل دول تايتل ده الديزاين ده؟ لا حد يقدر يعدل التايتل دي؟ مستحيل. ده اسمه التكست، ده اسمه التكست فيو. التكست فيو اداه بتستخدم للعرض فقط، المستخدم ما ينفعش يعدل في محتوياتها، المبرمج يستخدم يعدل في محتوياتها اما والديزاينر اليوزر لا. تمام. طيب ايه بقى دول؟ دول بقى التكست اللي هي تقدر تكتب فيها ايه اللي انت ايه اللي انت عايزه. بس هنا بصراحه مدينا شويه تكستات حلوه قوي. ايه بقى حضرتك؟ ساعات لما بتقف في تكست بتلاقي الكيباد بتاعت الموبايل اللي تظهر ارقام بس، وساعات تقف في تكست الكيباد اللي تظهر حروف بس، وساعات تقف في تكست الكيباد اللي تظهر حروف وارقام ومعاها علامه ات ودوت كوم صح، وساعات تقف في تكست تلاقي ارقام بس العلامه دي ظهرت اللي هي بتاعت التايم، وساعات تقف في تكست تلاقي العلامه دي ظهرت بتاعت الايه الباك سلاش. خدت بالك؟ هو من هنا بقى بيقول لك البلان تكست دي اي حروف وارقام واي حاجه تعجبك، الباسورد ان الارقام بس تكون ايه الداتا بس تكون متشفره فيها نجوم تمام، الباسورد نوميريك ارقام بس ارقام بس، الايميل الكيباد تظهر بس فيها ات وايه بس. مش معنى كده لو رحت كتبت ايه هيقول لك لا ده مش شكل ايميل، لا ما بيتحكي ما بيتعرفش على الحاجه اللي كتبت، هو كل مهمته يظهر لك الكيباد اللي تساعدك على كتابه ايميل. اما حضرتك بقى لو انت عايز تقول لا الايميل معروف خدناه في الجامعه او في ايا كان بنشوفه اي حاجه ات اي حاجه دوت اي حاجه ده الايميل معروفه اي حاجه ات دوت اي حاجه ده شكل الايميل. الحركه دي بقى عشان تعملها لا ده بتعملها بحاجه اسمها ريجولار اكسبريشن. ريجولار اكسبريشن ازاي تتحكم في طريقه الادخال؟ اليوزر كتب حاجه بس مش على هواك، وطبعا مش على هواك دي يعني مش على مزاجك، مش على الطريقه اللي انت عايزها، دي ازاي تتحكم فيها؟ نبقى ناخدها اسمها ريجولار اكسبريشن. اما التكست بتاع الايميل ده ما هو بس الا بيساعدك على اظهار الكيباد وفيها الادو دوت كوم. في موبايلات ما فيهاش الكلام ده، في موبايلات فيها صح؟ خدت بالك؟ وبتريحنا جدا على دوت كوم بتكتبها على طول. خدت بالك؟ طيب الفون الارقام بس ايه؟ ارقام بس تمام؟ البوستال ادرس اللي هي برضو ارقام بس اللي هي بتكتب زي 1 4 5 بالخمس خانات.
مالتي لاين تكست ان التكست تقدر تكتب فيه حاجات كتير بسطور كتير. اي تكست من دول زي ده مثلا لو كتبت فيه ودوست انتر تمام، طبعا مفيش انتر في الكيبورد في الكيبورد بتاع الموبايل، لكن لو دوست مثلا على الزرار اللي هو السهم ده بينزلك على تحتيه على التكست اللي تحتيه. لا اما لو كنت عامله مالتي لاين يقدر ينزل سطر واثنين وثلاثه في نفس التكست تمام. ده لو كنت بتكتب ديتيلز نوتس او كومنت حاجه زي الكومنت كده، خدت بالك زي البيو برده في بالظبط تمام. هنا التايم ان بيظهر ارقام بس معاها العلامات النقطتين فوق بعض اللي هو بتوع الثواني والدقايق. الديت بتظهر ارقام بس معاها العلامات اللي هي الباك سلاش بتاعه التاريخ. نمبر ارقام فقط، نمبر ساين ونمبر ديسمال ارقام صحيحه وكسر تمام. اوتو كومبليت، اوتو كومبليت ومالتي اوتو كومبليت حلوه جدا الاثنين دول. ساعات تكتب تقف في تكست كده مجرد ما تكتب بس مثلا ايه ام اي تلاقي ظهر لك مين وفي مين اختارها على طول، هو بيكملها لك، هو بيكملها لك خدت بالك وانت بتكتب هو بيكملها لك. دي اسمها اوتو كومبليت بس دي بالبرمجه مش دايركت. اصل هو هي مين وفي مين دايما معتاده في كل الابلكيشنز؟ لا، افرض واحد عايز اول لما يكتب يظهر له اسماء الادويه، هل اسماء الادويه حد يعرفها؟ لا، انت اللي بتكتب الكود اللي يعمل الحركه دي تمام، وتكون عندك مخزن ايه اسماء الادويه اللي بيسيرش عليها. دي اسمها اوتو كومبليت، بس لازم يكون التكست الاول اللي هتكتب فيه يكون اوتو كومبليت اللي هو ينفع ايه يكمل الموضوع، هي ومالتي لاين اوتو كومبليت. طيب التشيك بوكس اللي هي عامله زي التشيك بوكس ديت بس جوه التكست، تقدر تعمل علامه صح. تكست انبوت لاي اوت عامله زي التكست فيو موصله عرض فقط. هل دول بس؟ قال لك لا، في باتون اهو تمام، في باتون اهو، في ايمج باتون صوره بس على شكل زرار، بس صوره هي في الاول وفي الاخر صوره. عندك تشيك بوكس، عندك راديو جروب. طبعا الفرق بين دي ودي اللي هي ان ده ينفع تحدد اكتر من واحد في نفس الوقت، اما ده بتحدد واحد بس. توجل باتون، عارفين اللي هي زي الاون والاوف، زي السويتش دي بالظبط اللي هي زي الاون والاوف، زي الواي فاي ما بتقفل. التوجل ده عامل زي الواي فاي تمام، هي دي هما الاثنين زي بنلعب نفس المعنى بس طريقه عرض مختلفه. فلوتنج اكشن باتون اللي هي ايه اللي هي على الشمال اللي كانت على اليمين من تحت دي، اداه كده بتدوس عليها زي اللي موجوده في الفيسبوك والواتساب ايا كان بالظبط تمام. عندك بقى في حاجه اسمها ويدجت، حاجه اسمها لاي اوت، حاجه اسمها كونتورر، حاجه اسمها جوجل ماب. يعني مش بالضروره تنزل جوجل ماب الرئيسيه، ممكن جزء من الشاشه يبقى ماب والجزء اللي فوق يبقى ايه تكست وحاجات وصور وعيط، جزء من الشاشه يبقى ماب تمام. عندك حاجات كتير جدا هتبدا نتعرف عليها، بس اهم حاجه كل واحده ليها ايه خصائص. الخصائص انك بتظبط الخصائص اللي انت عايزها تمام. طيب وطبعا اهم خاصيه عندنا خاصيه الاي دي النيم. اي عنصر على الشاشه لازم يتسمى، اي عنصر على الشاشه لازم يتسمى، بس مش اي عنصر، اي عنصر مستخدم. يعني انت وانت بتصمم الشاشه دي بذمتك دول هتستخدمهم في حاجه ولا دول بس مجرد ان اليوزر هنت لليوزر اقول له ده بتاعي؟ اما في الحقيقه دول اللي انا بحتاجهم صح ولا غلط عشان اي عنصر مستخدم. طيب حتة الـ SDK اللي زميلكم سأل عليها، الـ SDK لما بيتسطب خلاص بينزل في السي، وعشان كده قلت لك ابعده من على السي، مش عارف قلت لكم ولا لا، ابعد الـ SDK من على السي، هو كده كده الديفولت في السي. طب تبعده من على السي ليه؟ الـ SDK بيكبر كل مدى بتكبر، أول ما بينزل 4 جيجا 5 جيجا، تلاقيه بعد كده 6 8 9 10 12. طبعا لو أنت ما عندكش مساحة في السي هتقفل لك السي وتضرب لك النسخة، خدت بالك؟ فدايما الإيه؟ أول لما تنزله تتأكد إنه اتسطب وتمام واشتغل الاندرويد تروح واخده من السي وحطه في الدي. طب منين؟ شايف الايكون دي حضرتك؟ اهي اس دي كي مانجر، دوس عليها مكانه. دي كل الحاجات اللي متسطبه عندك في الاس دي، عندي انا ده اللي متسطب عندي انا اهو، تاخده كوبي ده مكانه اهو كنترول سي، وتروح حضرتك رايح كده دي كده تمام. لو وقفت عليه كده هجيب لك مساحته وشوف بقى ايه، وتاخده كوبي، خده كوبي الاول ما تاخدوش خط، كوبي الاول وارميه في حته اتنقل كله تمام دلته
عشان ساعات بيبقى عندنا تلاقي حصل كراش في النص فبتعرفش اللي يتحمل فبيضرب لك الملفات. لا خده كوبي وسيب الاصل. خدت بالك؟ طيب بعد ما بتنقله تخش تيجي حضرتك هنا وتعمل ايه؟ ايديت وتشاور على وتروح داس على دي وتشاور على المكان الايه؟ الجديد. تمام كده؟ دي لو عايز تنقل الاس دي كبر. دي الحاجات اللي نزلت في الاس دي كي عندي. هتلاقي حاجات هنا نازله انستولد اهو، وفي حاجات نوت انستول مش متسطب، وفي حاجات هنا عايزه ابديت، وفي حاجات هتلاقيها برشر برشر حاجات جزء حاجات نزلت منها ولسه ما كملتش. تمام؟ طيب عندك حاجه في اس دي كي تولز. اس دي كي تولز لازم وانت شغال تتاكد لي على شويه حاجات. اول حاجه جوجل بلاي سيرفيس ده يكون متسطب. جوجل بلاي سيرفيس دي اللي بتشغل خدمات جوجل من ماب، تمام، من لوكيشن، كل خدمات جوجل بتشغلها. عندنا حاجه اسمها الفاير بيز قلت لكم عليها المره اللي فاتت، تمام، اللي هو الموقع بتاع الشيء تبع شيء السيرفر تبع شركه جوجل اللي مسجل عليه الصور لازم تكون معاه. عندك دي بالظبط جوجل يو اس بي درايفر. جوجل يو اس بي درايفر حضرتك لما نيجي نشتغل دلوقتي لما نيجي نجرب خلينا بس الاول ما نسبقش الاحداث عشان ما تفهموها اكتر. تمام؟ لو حاجه مش مسطبه كويس مش بالضروره. انا مش مسطب كله على فكره. ايه جوجل بلاي سيرفيس طلعتها مش شغاله هقول لك. لا ما انت بتيجي هنا كده وتعلم عليها وتدوس على السوكي. يعني دي متسطبه بس عايزه ابديت خلاص. المهم انها متسطبه مش عايز اعمل ابديت. المهم تكون متسطبه. تمام؟ طيب باشمهندس مصطفى فهمت الاس دي كي فين؟ كان سؤالك بقى كان سؤالك عن الاس دي كي. قلت له هو فين وازاي اجيبه؟ لا ما هو ازاي تسطب الحاجات اللي جواه اهي. علم من هنا اهو زي ما قلت لك. علم على اللي انت عايزه من هنا اهو. انا عايز اسطب دي ودي 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 وتروح دايس ايه؟ اوكي هيبدا يسطب لا انا بالحاجات انت عايزها. انا بالنسبه لي انا محتاج كتكات. انا اللي يهمني ده انا عايز كتكات وسطب حاجات من الجديده اوريو ما سطبش كله يعني. اتفضل دلوقتي لما احنا ناخده من حضرتك هنحطه في المكان اللي هو عبديه مثلا حطه في الدي دايركت بقى وشاور عليه من هنا بالظبط. هتلاقي بقى انا عندي كل حاجات مسطبه 17 جيجا. تمام؟ ماشي اهو. بدا حد معاه لاب ايه ماشي بس هتحمله بس انا 17 جيجا بقى بينا هتنام معاهم النهارده حبيب على المايه اللي انا باخده منك ايه المايه اللي اول ما حد معاه بس بص بقى حاولي بقى وانت شغالي عشان السلك ساعات فثبت اللاب. طيب طير طير لا حلو قوي طير. تمام؟ طيب نيجي بعد كده بس اوقف الفيديو ده عشان